بعدين هو فقد شرعيته منذ مجيئه، لأنه لم يصدق في أي وعد وعده وقطعه على نفسه، لا 20 مليار دخلوا ولا أي حاجة. وبعدين كان 200 مليار تقريبا. اقترح أنه ليس لديه برنامج لا سياسي ولا اقتصادي ولا اجتماعي ولا أي حاجة إطلاقا، وأنه لا يملك سلطة إصدار القرار، وإنما القرارات كلها تأتي من على المؤطر. والجماعة يعني كتب برنامج ليس حتى واحد مفكر عندهم، وليس عندهم شخص واحد يعني كمفكر دعوي حتى كمان، يعني فقط شرعيتها كهيئة دعوية أو هيئة سياسية. لو كانت مصر أنفقت مليارات الدولارات على أنها تعرف سر وأوضاع الجماعة، ما كان يحدث مثلما تسلموا السلطة وثبت بيقين فشلهم الذريع في كل شيء. أكثر من ذلك بقى، لديهم عنف شديد في التعامل مع الشعب، وكذب وأكاذيب وحاجة يعني. وعشان تعرفي مصر على حقيقتها تعرفي البلد. يعني ما عندكش فكره. الشبكه على ما يبدو فيها حاجه، بس يا دكتور عشان نعرف يعني حضرتك واقف في مكان الشبكه فيه بس عماله تقطع، فمش سامع حضرتك كويس يعني. طب قولي لي اعمل ايه؟ طيب يعني بس لو في مكان الشبكه فيه تبقى افضل. حضرتك سامعنا كويس مش كده؟ سامع كويس جدا قوي. طيب اجيلك في يوم مخصوص يعني. الله يخليك يا دكتور، يحصل لنا الشرف. انما الحاله سيئه جدا. لكن لو جمعوا الرقم دكتور ابراهيم لا يعتد به في القانون، يعني لو خدوه وراحوا به لاي جهه لا قضائيه لا يعتد به. انما التاثير المعنوي بس. التاثير المعنوي هو محافظ به. هو بيقول لك جلد تخين، حتى جلد تخين يعني، هو مرسي قال الكلام ده. طيب دلوقتي لو امنيا بقى، هل هم في مأمن بشكل قانوني؟ يعني مش ممكن حد يجي يتهمهم مثلا انهم بيثوروا بلبله، بيعملوا عمل غير قانوني؟ هل العمل في حد ذاته؟ اتفضل. الجماعه ليست في لا قانوني ولا سياسي ولا دعوي ولا اقتصادي ولا اي شيء. خلاص انتهى الامر. طيب المساله كلها اشهر. سؤال اخير، بعض الداعين يعني دي صيغه من صيغ التعبير عن الراي، في صيغه اخرى انه بعض الرموز السياسيه تدعو الى نزول الجيش لانه الوضع لم يعد يحتمل. و يعني اعتقد انه معانا فيديو للسيد ابو العلا ماضي كان بيتحدث فيه على انه بعض المصادر العسكريه يعني طمنتهم وقالت لهم في النهايه دكتور مرسي هو الـ يعني القائد الاعلى للقوات المسلحه ومش هينفع يعني ننقلب او غيره، يعني تم حسم المساله وتم طمانه دكتور ابو العلا ماضي او المهندس ابو العلا ماضي بحسب كلامه وهذا التيار. هنا هل تعتقد انه دعوة الجيش الى النزول او عمل توكيلات للجيش عشان ينزل هو الحل الاسلم الان؟ لا. شوف انا اقول لحضرتك، سيبك من ابو العلا ماضي والزباين اللي حواليه واللي حوالين الاخوان كلهم اخوان في اخوان. انما الوضع كالاتي، حين يحدث هو حصل استنزاف من يوم ما جم الاخوان، احنا في مرحلة استنزاف كلي. تمام. والوضع الاقتصادي خطير، ده في حاجات غير معلنه هقول لك عليها دلوقتي. انما حين تاتي ثوره الجياع لن تبطي ولا تظهر، ودي اتيه يعني اتيه. تمام. حينئذ سوف يتدخل الجيش لحمايه الامن القومي، انما لن يتدخل الجيش لاسقاط النظام. تمام. الجيش قوه عسكريه هي التي تحمي الامن القومي داخليا وخارجيا. لا انصح اطلاقا ولن يحدث ان الجيش يتدخل لاسقاط النظام، النظام ده سقط بنفسه بنفسه. يعني هو بنفسه اللي اسقط نفسه. فاصبروا شويه، اصبروا يعني كده شهرين ثلاثه.
يعني يعني المسألة بالنسبة لنا يعني في النهاية احنا عايزين حال البلد ينصلح، ما احناش عايزين لا انقلابات ولا غير انقلابات، لكن في النهاية في بعض الناس ممكن تقول لك اللي بيدعو إلى نزول الجيش ده نوع من العجز، لأنه الأفضل إنك تشتغل كمعارض على أرض الشارع أو على أرض الواقع زي ما بيقولوا وفي الشارع، بدل ما المعارضة تقعد على الكراسي في المكاتب وتقول يا ريت الجيش ينزل وينقذنا. لا، هو مش المعارضة اللي بتقول هذا الكلام، الشعب كله، لأن الشعب كله فقد أي أمل. وعلشان تعرفي زي ما قلت لك، شوف البلد من خارج مصر، وتشوف البلد من ده من داخل الريف المصري. الحالة سيئة جدا إلى أبعد الحدود، وكل كلام الوزراء ورئيس الوزراء ده عايش في كوكب تاني خالص، ورئيس الجمهورية عايش في كوكب تاني خالص، ورئيس الجمهورية لا يملك اتخاذ قرار، وجميع قراراته التي أصدرها منذ تواليه حتى الآن قرارات باطلة باطلة باطلة. أنا بشكرك. صحيح، قبل ما أسمع لازم تقول لي إيه الحاجات التي لم تعلم فيما يخص الاقتصاد وحضرتك هتقول لنا عليها. شوفي، شركات البترول المنتجة في مصر معها اتفاقات مع الحكومة المصرية منذ أن جاءت بعضها من 30 سنة. تمام. جاءت الحكومة بعد ثورة 25 يناير بكذا، يعني منذ مجيء من مرسي وغيره، يعني اتفاقيات البترول بتقول إن نص المنتج للحكومة المصرية. تمام. ونص المنتج الآخر للشركات المنتجة. جت الحكومة المصرية اشترت النصف من الشركات المنتجة ولم تدفع مليم واحد، وبلغت القيمة حوالي 10 مليارات دولار. تمام. والشركات بدأت تتخذ إجراءات ضد الحكومة، وبعدين يعني ده فيها إشهار إفلاس الحكومة. الحكومة ما عندهاش مليارات ولا دولارات ولا حاجة، ده كل اللي وعدت بيها قطر 4 أو 5 مليون بسعر فايدة، بتشترط 4.5 و5. وده لا يمكن إطلاقا، مفيش أي دخلة أو أي بنك في العالم بيعطي أكثر من 1.1 لفوائد على الدولار. طيب. الدولار. فالحالة سيئة جدا، والشركات بدأت تاخذ إجراءات ضد الحكومة المصرية. الشركات اللي هي الأجنبية، الشركات المنتجة للبترول. المنتجة للبترول اللي هي يعني جزء منها أعتقد أجنبي وجزء مصري، مش كده؟ لا، أنا بتكلم على الشركات الأجنبية. الأجنبية. طيب، الإجراءات دي هتبقى في تحكيم دولي ولا بيبقى شكلها إيه؟ لا، مش تحكيم دولي، ده مشترياه بموجب عقد شراء ولا يحتاج إلى تحكيم دولي ولا حاجة. طيب. ادفع أو الحبس. أو إيه؟ بس. أو الحبس؟ ادفع أو الحبس. لأنه أنا سمعت حاجة تانية يا دكتور، إنه ادفع أو مصادرة أبيار البترول نفسها، يعني في ناس راحت وبذهنها إنه لا، إنه ممكن هو يحط إيده على أصل الأبيار نفسها بتاعت البترول، هل ده صحيح؟ لا 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 لا، لا تملك الحكومة ده، في اتفاقيات ومصدق عليها دوليا، واتفاقيات صادق على مجلس الشعب وأصبحت جزء من القانون الداخلي. طب ساعتها بقى مين اللي يتحبس؟ يعني هي رفعت دلوقتي على الحكومة كلها. حضرتك بعد الشر عليك، هم اللي اتحبسوا. طيب، ما أنا عارفة مين هم، يعني هل بيبقى رأس الدولة، رأس الحكومة، وزير البترول، مين في الحالة دي اللي بيبقى ماضي مع الشركات وبترفع عليه الدعوة شخص يعني بصفته أو شوف، وزير البترول ده ملك تصريحات، وزير التموين ملك تصريحات، والقمح جه والقمح جه، وكله تصريحات في تصريحات. انا راجل فلاح وعندي ارض وبنتي وكل حاجه، ولا عاوزين يستلموا كميه القمح اللي عاوزين. سيبك من كلها حكومه كلام في كلام. بس اهلي وعشيرتي ومش عارف ايه. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور ابراهيم درويش، الفقيه الدستوري واستاذ القانون الدستوري بجامعه القاهره. اشكرك شكرا جزيلا.